عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنقدم لكم جميع الوثائق التسجيل الطلبة الجدد للموسم الجامعي 2022-2023. إذا أولا شهادة البكالوريا الأصلية، إذا كتسحب شهادة البكالوريا من الثانوية اللي قريتي فيها. ثانيا نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليهما، إذا كدير فوتوكوبي لشهادة البكالوريا الأصلية وكتإيكاليزيهم. ثالثا صورتين شمسيتين، يكتب الاسم كامل خلف كل صورة، إذا عندك جوج صورات كل واحدة كتكتب فيها الاسم الكامل خلفها. رابعا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية المصادق عليهما، إذا لاكات ناسيونال إيكاليزي، جوج نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إيكاليزي. خامسا ظرفان يحملان طوابع بريدية واسم عنوان الطالب، إذا جوج ديال الأنفولوب كيحملوا الاسم والعنوان الخاص بالطالب. سادسا وصل التسجيل الإلكتروني، إذا هذا وصل التسجيل الإلكتروني كتسجل القبلي على المواقع الخاصة بكل كلية، وهذه هي المواقع الخاصة بكل كلية في المغرب. إذا لخدينا جامعة محمد الخامس بالرباط، الموقع التسجيل الإلكتروني هو www.emc5.ac.ma. إذا هذه كلها الجامعات والمواقع الخاصة بها هنا. إذا حظ موفق للجميع.